نشوب حرائق واسعة في حقول بلدة القحطانية في ريف الحسكة وإطلاق نداءات استغاثة بعد خروجها عن السيطرة نتيجة هبوب الرياح. مقتل أكثر من 6 أشخاص وإصابة آخرين بقصف جوي للنظام وروسيا على مدينة خان شيخون وبلدتي معرة حرمة ومعرة شورين بريف إدلب. مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين جراء غارات جوية لقوات النظام على قرية كفر بطيخ بريف إدلب الجنوبي. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الفصائل الثورية وقوات النظام على محاور الكاستيلو والزهراء والبحوث العلمية والراشدين بريف حلب وسط قصف مدفعي لقوات النظام على بلدتي جزرايا وزمار. ارتفاع حصيلة ضحايا الصواعق الرعدية في دير الزور خلال 24 ساعة الماضية إلى 6 أشخاص بعد وفاة 3 أطفال في قرية عياش بصاعقة رعدية. وزارة الدفاع التركية تقول إنه تم تحييد عدة عناصر من قوات يابغي في مدينة تل رفعت بعد تحديد الموقع الذي شنوا منه الهجوم على منطقة عفرين.